أسوأ مرة عملت زيارة موقع، اعترافات لغرض إن حد ممكن يستفاد منها. كنت أنا بزور موقع كتير، غالبا بيبقى مثلا مش مطلوب بشكل رسمي، بس أنا عايز استفاد، عايز أشوف حاجة على الموقع، عايز أتفاهم بصورة مباشرة مع المهندس الموجود في الموقع، لأن أغلب شغلي كان في المكتب، فكان ممكن مثلا يوم أجازة أنزل أقعد معاهم أعرف إيه الأخبار وبتاع. ففي مرة من المرات عندنا في الشركة قالوا لي احنا محتاجين 2 يروحوا موقع في الغردقة، فكان وقع عليا الاختيار انا ومهندس زميلي مهندس تكييف، وهو شاطر جدا وراجل كفاءة، تمام، وقال ان انتوا الاتنين هتروحوا الموقع. طيب هتروحوا يوم جمعة وسبت وحد، فعمر انت عندك شغل المفروض تخلصه، خلصه على اساس ان انت مش هتيجي يوم الحد، فخلص. فانا قعدت اخلصه، وزميلي التاني قال لي انا هدخل انا اقعد مع المدير اعرف منه ايه المطلوب بالظبط، ودخل قعدوا تقريبا 2 3 ساعات وخرجوا، يلا هنتقابل الساعه كام، اتفقنا مع بعض ورحنا رايحين المطار وسافرنا الغردقه. طبعا امي خايفه عليا وانا ما اعرفش الجو عامل في الغردقه، فكنت واخد معايا جاكيت، تقريبا نص الشنطه اللي معايا جاكيت والنص تاني حاجات غيارات وحاجات زي كده. فاول ما نزلنا من المطار هناك رحنا واخدين العربيه ورحنا الفندق. اول ما دخلنا الفندق مقام كاملا وشغال بقاله كذا سنه، تمام، احنا مش شده الارهاق، رحنا دخلنا نمنا ما شغلناش حتى التكييف، يعني ما خطرش في بالنا ان الغرفه فيها تكييف، ونمنا وبنعاني من الحر، يعني انت عارفين الجو حر هناك ازاي من غير تكييف. فصحينا فبقول له ايه المطلوب، قال لي هو مديني مخططات ومفروض هنشوف المكان عامل ازاي. فبقول له اديكم خطات ما كلمتوش، قال لي لا اصل احنا كان في شغل تاني كذا مشروع كان بعتني فيه، بعدنا نتكلم ونسينا ان احنا نتكلم في المهمه اللي احنا رايحينها. فقلت له يعني ايه المهمه المطلوب مننا، قال لي هو مديني مخطط ومديني حاجات فاكيد هنطبق ده على ده. قلت له انا متاكد، قال لي اه انا متاكد شور يعني ما نكلموش، قال لي لا ما انا كل ده انا مش اول مشروع اجي، تمام. هو قبل ما نركب الطياره كان عمال يقول لي ده اكتر رحله امنه طيران واكتر رحله كويسه، فطمني انا اول مره كنت اركب الطياره فهو طمني. ف تاني يوم بقى لما احنا بنتكلم قال انا اول مره اركب الطياره بس كنت خايف وبقول كلام اطمنك، تمام. فالمهم احنا اشتغلنا، قعدنا 3 ايام دول اشتغلنا شغل من نور، يعني كنا بنقعد للساعه 3 بالليل نقارن بين المخططات اللي معانا وبين الشغل اللي موجود في الواقع، واختلافات رهيبه جدا، وكان بنرجع بضمير، يعني بنمشي في الحاجه في حاجات كده ونفتح الصاج ونبص فوق ونبص غلطات كارثيه، تمام، وفي حاجات في فروق كارثيه، يعني في تصميمات غلط وفي حاجات غلط غير اللي موجوده معانا. وبينا كنا بنطلع نقيس القطر الماسوره ونتاكد هل هي المطابقه في الورقه ولا لا وحاجات زي كده. واشتغلنا يعني الساعه 3 بالليل قاعدين شغالين، تمام، مش احنا مثلا المفروض ميعادنا دوام الرسمي من 8 ل 5، لا احنا شغالين شغل من نار بحيث ان احنا نتاكد ان الشغل سليم. في اخر يوم بنتصل بالمدير بقى، احنا خلاص احنا جايين بنتكلم معاه، فقال لنا على فكره يعني انا نسيت اقول لكم ايه المطلوب منكم. قلنا له اه قول لنا. طيب قال لنا المخططات اللي معاكم ده الفندق هيتهد ودي المخططات الجديده، يعني دي ملهاش علاقه باللي موجود فعلا، بس انا بعتكم على اساس ان في ناس بتشتكي من بعض الحاجات في التصميمات القديمة، فعايزين نشوف ايه المشاكل اللي فيها ونحاول نلاقي لها حلول وكده. فتخيل ان انت بتقارن حاجة وهمية بحاجة حقيقية، يعني الاتنين ما ينفعوش مع بعض خالص، يعني احنا فاكرين المخططات ديت بتاعة الشغل الموجود، تمام، هو كان كاتب تاريخ قديم اصلا، فاحنا بنقارن حاجة بحاجة غير اللي موجودة اصلا، واختلافات رهيبة، التوزيع بتاعهم مختلف، فكان في مشكلة في الموضوع دوت. وكان مطلوب مننا ان احنا نعرف ايه الاخطاء في التصميم، كان فيه اخطاء كارثيه رهيبه، زي مثلا كان هو عاملين الصاج بتاع التكييف ساقع، تمام، احنا اول ما دخلنا اكتشفنا ان مفيش تكييف، تمام، يعني مش حاسين بتكييف، وبنفتح الميه بالميه سخنه، تفتح البارد تلاقيه سخن، تفتح السخن تلاقيه سخن، يعني مفيش وسط، مفيش ميه ساقعه خالص. فقعدنا ندرس الموضوع، الصاج طلع الصاج الكبير وفي ديفيوزر او المخرج بتاع الهواء مش متوصل بينهم، تمام، يعني حته الصاجه دي اللي هي نص متر دي كلفت معايا فما حطهاش، فالسبلاي والريتيرن مش متوصلين بالاير تيرمينال مخرج الهواء. فنتيجه كده انت قاعد في الفندق حاسس بحر ومش حاسس باي هواء ساقع، ولو فتحت الصاج وده اللي احنا عملناه بنفتح الصاج لقينا تلج فوق، تلاجه كانك فتحت باب تلاجه، تمام. واكتشفنا خطأ تاني،
اكتشفنا اخطاء كتيره، بس انا بقول لك على الاخطاء الكلاسيه غير الاخطاء اللي الناس متعوده عليها. اكتشفنا ان مكنه الاير تيرمينال بتسحب هواء من فوق البياره بتاعه الصرف الصحي، فالناس اللي هي كانت قاعده في البدروم طول الهواء طول الوقت عماله تشم صرف صحي. فيعني سبحان الله ما فيش مقارنه بين لوح الدرين ولوح الاتشفاك عشان نكتشف ان الهواء بيصرف منين. هو اصلا المفروض يدور على مكان مفتوح، لا ده واخدها من فوق الصرف الصحي في اوضه مغلقه. فدي كانت من اخطاء الكراسيه. وكانت المايه سخنه بسبب ان هو ما كانش عازل المواسير المايه، وكان ماشي مسافه كبيره جدا في الشمس. يعني هو مشي مسافه طويله من المكان بتاع المايه، وبعد كده كل ده متعرض للشمس، وبعد كده طلع فوق في قلب السطوح وبيوزع، وكل ده متعرض للشمس ومفيش عزل، والمايه بقى نازله مايه يعني تكييف ساخن بطريقه رهيبه جدا. تمام. فكان ده كان أسوأ زيارة الموقع. كان المشكلة اللي فيها ان احنا تعبنا جامد وبذلنا جهد رهيب، بس الهدف ما كانش واضح، المعلومة ما كانتش معانا، احنا ايه مطلوب مننا. تمام. وهو لما زميلي لما شاف اللوح قال لك ما دام اداني اللوح وقال لي انزل الموقع يبقى لازم اقارن ده بده، بينما هو كان مديله اللوح بحيث ان هو يقارنها في اي مكان، يعني يدرسها ويشوف اذا كان التصميم صح ولا غلط حتى هو في البيت. وده اللي احنا عملناه لما رجعنا مصر، قعدنا مع بعض في الاوضه وقعدنا درسنا التصميمات، وكان في بعض الاخطاء مش موافقه للكود الامريكي، الكود اللي احنا شغالين بيه ال ان اف بي في الحريق، وكان في حاجات مش متوافقه مع التكييف. فقعدنا اشري وقعدنا نشوف الاكواد وعرفنا ايه الغلطات، وبعتنا له ان في غلطات في التصميم المفروض نخلي باله وهو بيعمل تجديد للفندق او اذا كان هيبني من جديد. فالمستفاد من القصة ان انت ممكن تبذل جهد رهيب بس انت مش محدد هدفك، فتلاقي كل الجهد ده ضاع. فلازم يبقى هدفك محدد وواضح، والمدة الزمنية اللي هتحقق فيه الهدف ده واضح. اول ما تحقق هدفك اي حاجة هتعملها يا اما هتقربك من الهدف يا اما هتبعدك من الهدف عن الهدف. يعني مثلا انت عايز تنجح في امتحان تويفل او امتحان اي امتحان، تمام. طيب الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي هتفيدك ولا هتضرك؟ هتبعدك عن الهدف ولا هتقربك؟ يعني مثلا بتسمع افلام اجنبي باللغه الانجليزيه من غير ترجمه انجليزي، من غير ترجمه خالص، ده هيفيدك انها قوي اللغه، فده بيقربك من الهدف. عمال تختبر الناس وتبص في امور سياسيه والحاجات دي، ده بيبعدك عن الهدف. فلازم يكون لك هدف واضح ومحدد ايا كان هو، المهم ان هو يكون موافق للشرع مش ضد الشرع، وابدا اسعى فيه واكتبه وحدد له مده زمنيه، وكل شويه اقعد شوف انت بتقرب من الهدف ولا بتبعد من الهدف، وربنا يوفقك وان شاء الله ما تكررش المشكله اللي حصلت لي. ماشي، سلام عليكم.